يا صباح الخيرات والفل والياسمين، مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم معكم في رمضان. رمضان بدأ فعلا يودعنا، وأيام قليلة وبتنتهي الطقوس والتجليات والأجواء الرمضانية الجميلة والمباركة. بتبدأ أجواء جديدة، أجواء استقبال عيد الفطر، ويلي ابتداء من الأسبوع القادم رح يكون عنا بالبرنامج تغطية مكثفة لهالاستعدادات. لكن كونه حكينا ببداية رمضان عن صيام الأطفال والطلاب والسيدات العاملات والتحديات التي ربما تواجههم أثناء الصيام، لقينا أنه في شريحة كبيرة كمان لازم ينحكى عنها، وهم المتقدمون في العمر أو كبار السن. رح يكون ضيفنا الدكتور نديم الحاج ورح نحكي مع بعض عن هذا الموضوع. أما سؤالنا التفاعلي اللي طرحناه على منصات مسك، وهو كيف بتشوف صيام كبار السن وكيف يكون مزاج هؤلاء كبار السن أو المتقدمون في العمر؟ طرحنا الكثير من الخيارات، لكن نحن بانتظار نسمع أصواتكم من خلال اتصالاتكم على الأرقام 0350-34-16 أو 17، وكمان بنقرأ تعليقاتكم بالبث المباشر على الفيسبوك أو اليوتيوب. أما هلأ تقرير تمهيدي عن صيام كبار السن وبنرجع لنبدأ حوارنا. تساؤلات كثيرة تراود كبار السن وذويهم حول صوم شهر رمضان الفضيل، في حين أن التقدم في السن ترافقه تغيرات فيزيولوجية مثل نقص الغدد العرقية ومخزون الدهون ونقص البروتينات المكونة للعضلات، إضافة لبطء عملية الهضم. كل ذلك يؤثر على عملية التمثيل الغذائي. وعلى عكس ما يعتقد الكثير، فصيام كبار السن مفيد بشكل كبير، إذ يحسن من وظائف الجهاز الهضمي ويعزز الجهاز المناعي. كما أثبتت الأبحاث الحديثة أن الصيام يقضي على الخلايا السرطانية ويساعد على التخلص من العديد من المشكلات الصحية التي تحدث بفعل التقدم بالسن، كالبدانة والالتهاب وارتفاع ضغط الدم، ويقيهم من الخرف بتحسين وظائف الدماغ، بالإضافة إلى أن الصيام يجدد بعض الخلايا التالفة. إلا أن كل تلك الفوائد تكون شريطة الالتزام بكمية كبيرة من السوائل أثناء الإفطار، والإكثار من الخضار والفواكه، والالتزام بمواعيد الدواء. لكن يبقى رأي الطبيب حكماً نهائياً بشأن مقدرتهم على الصيام، خاصة مع وجود أمراض تمنع كبار السن من الصوم، أهمها أمراض الكبد وقصور القلب المزمن وفشل وظائف الكلى. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج معكم في رمضان أكيد. ومثل ما خبرناكم موضوعنا اليوم بهم شريحة كبيرة من الأشخاص يلي عندهم كبار السن أو حتى عندهم أشخاص متقدمين بالعمر. سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم هو لو بتخبرونا عن تجارب صيام أحد من أقربائكم، سواء كان من المتقدمين في العمر، الجدات، ربما الآباء، تجارب صيام هالشريحة بأثناء صيامهم في شهر رمضان. نحن بانتظار طبعا اتصالاتكم على الأرقام، أو حتى إذا حابين تسألوا طبيبنا ودكتورنا اليوم وهو ضيفنا الدكتور محمد نديم الحاج وهو طبيب أسرة، بدي رحب فيه مباشرة. يسعد أوقاتك دكتور محمد، أهلا وسهلا فيك. دكتور محمد عم تسمعني؟ نعم. نحن صراحة ما عم نسمع الصوت، في على ما يبدو في مشكلة تقنية بالمصدر. لبين ما تنحل هالمشكلة إن شاء الله يعني مباشرة رح نبلش حوارنا مع الدكتور محمد نديم الحاج، رح ندردش ونحكي أكثر ونتعمق بصيام هؤلاء الأشخاص كبار السن المتقدمين في العمر. نحن مثل ما ذكرنا بانتظار اتصالاتكم وحتى قراءة تعليقاتكم يلي مباشرة رح تجينا على البث مباشر في الفيسبوك واليوتيوب. وبدي بس بذكر ارقام التواصل 0350-34-16 أو 17. على ما يبدو دكتور نصار جاهز. يسعد لي اوقاتك وصباحك دكتور محمد، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير استاذ، رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. وعلينا وعليك يا رب، امين جميعا، الله يتقبل صيامنا وصيامكم. دكتور بالبدايه سؤالنا العام، ولكن هو بالفعل بصب بموضوع حلقتنا، هو من هم كبار السن؟ من هم المتقدمون في العمر؟ كلمة مسن على من تطلق؟ المسن أو ما يعرف بالشيخوخة، هؤلاء الفئة أمراضهم ندعوهم بأمراض الشيخوخة. عادة هم من يكون أعمارهم 65 سنة وما فوق، يعني
طبعا هذه الشيخوخه اللي ممكن نعتبرها الشيخوخه البدئيه، واكثر من 75 سنه ممكن تكون الشيخوخه المتقدمه. يعني فاذا قسمنا الشيخوخه الى بدئيه ومتقدمه، فمن ال 65 الى ال 75 هي البدئيه، واكثر من ال 75 هي الشيخوخه المتقدمه. جميل. طيب دكتور، نبلش بموضوع حلقتنا وجوهر موضوعنا ونقاشنا اليوم، فائدة صيام هؤلاء هذه الشريحة العمرية، فائدة الصيام بالنسبة لديهم وكيفية استثمار والاستفادة من الصيام في شهر رمضان لهؤلاء الأشخاص. الصيام طبياً هو مفيد لجميع الشرائح والأعمار، من عمر 12 سنة تقريبا، الأطفال عمر 10 إلى 12 حتى عمر 80. بشكل عام كله ممكن يكون الصيام هو مفيد ل يعني جسم الإنسان عموما. يعني هلا ولا شك ممكن يكون في عندنا شرائح معينة اللي هن المرضى، الأطفال، ممكن يكون المسنين، وخاصة المسنين بالفئة الشيخوخة المتقدمة، قد يكون الصيام ضار لألون أكثر ما يكون نافع. نعم. طبعا هذا الحكيمين بيقرروا، وحصرا الطبيب اللي ممكن يقرر أنه ممكن يفيد الصيام لهذا هذه الفئة أم ممكن أنه يكون ضار لألون. عموما مثل ما أسلفنا أنه هو راح يكون مفيد الصيام، ولكن في بعض المسنين اللي ممكن يكون عندهم أمراض مزمنة، وهذه الأمراض المزمنة متقدمة، لانه حتى الامراض المزمنه ممكن يكون مسيطر عليها وضع جيد، فالفئه من المرضى هذول ممكن يكون يفيدهم الصيام. ولكن بالفعل عندنا الشيخوخه المسنين ولكن لديهم امراض مثل ارتفاع التوتر الشرياني، الداء السكري، باركنسون، امراض عصبيه اخرى ممكن يكون غير مسيطر عليها الا دوائيا في الفتره المحدده، لازم هذا الشخص ياخذ الدواء. أيوة. فهون ممكن يكون الصيام يضار لهذا المسن، فهون ممكن نحن نمنع هذا المسن من الصيام حتى يكون جسمه متاقلم مثل باقي الشهور وباقي الايام، حتى ما يصير في عندنا اضطرابات بتوازن الادويه لديه واضطرابات بالجسم بشكل عام. نعم دكتور، تمام، توضيح رائع للغاية. صراحة احنا دكتور طرحنا على منصات مسك سؤال مهم للغاية، وهو كيف يكون مزاج الصائمين أثناء الصائمين من هؤلاء الأشخاص اللي هن كبار بالسن المتقدمين في العمر، كيف عم يكون مزاجهم أثناء الصيام؟ طرحنا عدة خيارات. سؤال الخيار الأول كان أنه بيغضبوا كثيرا، بيعصبوا كثير. الخيار الثاني أنه ما بيتذمروا أبدا، في شريحة ما بتتذمر أبدا من الصيام لساعات طويلة، وفي شريحة بتفضل النوم، وفي شريحة أخرى أنه يعني على ما يبدو بيكون في عندهم لربما أعراض أخرى. هدول في بعض الخيارات اللي أغلب اجتني اللي وردتنا على التعليقات من خلال التعليقات، كانت عم تقول انه ربما مزاج الصائمين من كبار السن عم يكون بيختلف بين الرجال والكبار، الرجال والنساء. وايضا في تعليقات اخرى قالت انه غالبا بفضلوا النوم اكثر. دكتور انت من وجهه نظرك، هل هدول المزاج، تغير في الحاله المزاجيه ونتيجه الصيام لساعات طويله، لربما يعود للامراض المزمنه اللي هن عم يعانوا منها؟ هلا تغير المزاج اثناء الصيام، حتى نحن اللي ممكن نكون من فئه الشباب وما لنا طاعنين في العمر، ممكن يكون يصير في عندنا تقلب في المزاج وتغيرات في المزاج نتيجه الصيام لفترات طويله ولساعات طويله. بالفعل. فما بالك بالنسبه للمسنين، المسنين نحن دائما نقول اطراف العمر، اطراف العمر يعني الاطفال والمسنون، دائما ممكن يكون في عندهم تقلب المزاج اكثر من الاشخاص اللي بيكون باعمار الشباب. يعني المسن عادة حطيه بالغرفة لحاله نص ساعة بيضجر يعني. نعم. فما بالك ممكن يكون بصيام لساعات طويلة. ولكن حقيقة أنا يعني وجدت هالفئة، فئة المسنين، عم بيكون الصيام لهم عن حب وعن قناعة كبيرة يعني. يعني حتى كثير أحيانا بقول له يا عم أنت لازم تفطر، ممكن وضعك الصحي أنه ما بيسمح لك أنه تصوم، بقول أعوذ بالله وأنا ما بفطر وأنا كل عمري ما بفطر. ومن الحكي فهو عم بيكون غالبا عم بيكون مستمتع هو اثناء الصيام. فاذا ما كان في عندنا ضرر طبي على الصيام،
فهو عم بيصوم وهو كثير مرتاح وهو كثير مبسوط. طبعا ممكن يكون في عنده شويه ملل، ممكن يكون في عنده شويه ضجر، تقلب في المزاج، هذا الشيء ممكن يكون كله طبيعي وممكن يتاقلم عليه خلال يعني اول كم يوم من الصيام يعني. جميل. طيب دكتور، بعد ما استوضحنا فائدة الصيام بالنسبة لكبار السن، حابين نحن بقى نبلش نعطي. هلا هو صحيح أكيد ما شاء الله نحن هلا باليوم 23 أو اليوم 24 من رمضان، يعني مضى على صيام أيام طويلة، لكن في وجبات معينة يفضل التركيز عليها أثناء السحور أو حتى أثناء الإفطار لهدول الشريحة العمرية؟ هلا بشكل عام نحن دائما نوجه المسنين بشكل خاص الى التنوع الغذائي. كثير ضروري التنوع الغذائي، يعني هذا المسن لازم يكثر سوائل، لازم ياكل تمر، لازم ياكل خضار وفواكه، لازم ياكل اكل البيت، طبخ البيت النظام، ولكن بكميات يعني الى حد ما يعني قليله. فالتنوع الغذائي هو كثير اساسي، طبعا ان لم يكن بنوع معين في مضره طبيه وفي يعني سبب صحي لانه لازم ما ياكل هذا النوع الغذائي. ولكن عموما دائما اكد على انه هذا المسن لازم يحاول يكثر كثير سوائل وخاصه الماء، ولازم يفطر على التمر ولازم يتسحر على التمر، هذول الشغلتين اساسيات، الفطور والسحور لازم يكون على الاقل على الاقل 3 تمرات، لانه التمر فيه سكريات بسيطه، هذا الشيء ممكن يعطي الغذاء السريع للدماغ نتيجة الصيام المطول. سبحان الله. التمر فيه ألياف، هذه الألياف كثير مفيدة لصحة الجهاز الهضمي والقولون. والتمر فيه عنصر البوتاسيوم اللي هو شاردة مهمة للتوازن الشاردة الحامضي. فكمان أيضا كثير مؤكد على أنه هذا المسن أنه لازم يكون سحوره ويكون فطوره في البداية على بضع تمرات. طيب دكتور، ممكن مثلا التمر او حتى كثره السوائل تكون معها تفاعلات لربما مع انواع اخرى من الادويه اللي هو عم يتناولها، ولا ما في اي اضرار للتمر ممكن حتى السوائل؟ لم يكن في عندنا عارض صحي، عارض طبي مثلا، ممكن يكون شخص عنده الداء السكري غير منضبط على الاطلاق، والطبيب له انه انت لازم ما تصوم يا عم، ومع ذلك صام، فقد يكون غير مفيد له او ممكن يكون ضار على صحته. فنحن احنا عم نحكي عموما يعني، ايوه تمام، الى حالات خاصه طبيه معينه. عموما التمر والسوائل على العكس يكون مفيده اكثر من انها تكون ضاره. جميل. طيب دكتور، فترة الإفطار وبين بين الإفطار والسحور، ربما هون بعض الأشخاص بيكون في عندهم رغبة بأنه يأكلوا نوعيات معينة من الحلويات، بتنصحون مثلا حتى هدول الأشخاص الكبار سنة يعني أكيد بيشتهوا يأكلوا أنواع معينة من الحلو أو حتى يأكلوا قطع معينة، نحن هون شو بننصح هدول الأشخاص؟ يعني مثلا يروحوا يفضلوا أنواع معينة من الحلو ولا لا؟ ياكلوا قطعه ما راح تضر ولا حتاثر عليهم؟ هلا بشكل عام لجميع الفئات العمريه وخاصه المسنين، فنحن دائما ندعو انه الابتعاد عن السكريات. لانه السكريات هي تعتبر احيانا تعتبر سم عم يدخل على الجسم، لانه هو سكر صنعي. فنحن لازم نحاول عموما لكل الفئات وخاصه المسنين الابتعاد عن السكريات المصنوعة، لأنه الضرر يكون لها أكثر من المنفعة. فكيف بالنسبة للمسنين اللي هن ممكن يكون وضع وتوازن جسم ممكن يكون على يعني شفا حفرة وخاصة بالصيام، فندعو تماما أنه الابتعاد عن السكريات. وإذا كان هذا الشخص مثل ما أسلفنا أنه جاي على أنه على باله أنه يأكل شوية كيلو، ممكن يكون الحلو الطبيعي نقصد فيها التمر، ممكن نقصد فيه التفاح، ممكن نقصد فيه بعض انواع الفواكه، هي كلها ممكن تكون سكريات طبيعيه. جميل. يعني ممكن تكون مفيده ما تكون ضاره، اما السكريات الصنعيه من حلويات وما شابه هي كلها ممكن تكون اكثر منها نافعه، ولكن اذا كان ولا بد هذا المسن بده ياكل فننصحه بالتقليل ما امكن يعني. جميل. دكتور نحن رح نتعمق اكثر بموضوع الحلو وخاصه حلويات العيد بمحاورنا القادمه، لكن رح نطلع لفاصل قصير وبنرجع اكيد لنتابع حوارنا مع حضرتك. متابعينا فاصل اعلاني قصير وبنرجع لنكمل حوارنا، خليكم معنا.
تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها، كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراث. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. عودة عن جديد متابعينا ببرنامج معكم في رمضان، وحلقتنا اليوم مخصصة لكبار السن ومن الأشخاص اللي عم يصوموا بشهر رمضان. طرحنا سؤال تفاعلي لليوم، ونحن حابين ناخذ ونعرف تجارب أقربائكم من خلال صيامهم بشهر رمضان. أقربائكم من كبار السن، كيف كان صيامهم وهل واجهوا أي تحديات أو مشاكل؟ نحن بانتظار اتصالاتكم على الأرقام 0352-034-16 أو حتى 17، وأيضا تعليقات على الفيسبوك. أما هلا بدي أرجع أرحب بالدكتور محمد نديم الحاج طبيب أسرة. أهلا وسهلا فيك عن جديد دكتور. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك دكتور. نحن حكينا قبل الفاصل باستفاضة حول فوائد الصيام بالنسبة لكبار السن، شو هي الوجبات السحور والإفطار التي يجب أن يركزوا عليها بشكل أكبر، نصحت بالإكثار من التمور وحتى السوائل، لكن حابة بس ركز على نوعيات معينة سواء كان من البروتين، الألياف أو أنواع أخرى من الفيتامينات لربما والمعادن اللي بتنصح أنه يركزوا عليها أيضا كبار السن. نعم، الألياف هي أيضا مفيدة جدا لكبار السن، لأنه في عندنا الألياف المنحلة مثل الموجودة بالخضار والفواكه، فأيضا نؤكد على أنه لازم كبار السن يتناولوا بشكل مستمر. جميل. في عندنا الألياف غير منحلة اللي هي مثل الدقيق والطحين، ويعني مثل الخبز يعني، كمان أيضا لازم يكون نوعين الألياف
موجودين على هذا الشخص المسن. بالإضافة إلى أنه يوفي عن البروتينات الموجودة في الحليب، مستقات الحليب البيض واللبن أيضا ممكن يكون مفيد بشكل جيد. بالإضافة إلى مثل ما أسلفنا السوائل والتمر ممكن يكون غذاء كامل متكامل بالنسبة لهذا الشخص المسن. طيب دكتور، إذا بدنا نبلش نحكي عن موضوع الأدوية والعلاج اللي بيتناولوه أصلا هدول الأشخاص، كتار من الأشخاص بشوف فوق سن 60 يصير يتناولوا أنواع معينة من العلاجات والأدوية، منها الأسبرين، ربما أدوية الضغط أو أدوية القلب أو حتى السكري إذا كان عندهم أمراض مزمنة، كيف لازم ينسقوا بين موضوع تناول وجدولة هاي الأدوية مع بين وجبتي الإفطار والسحور؟ نعم، دائما ننصح المسنين قبل ما يبلش شهر رمضان بيوم او يومين لازم يتوجهوا لطبيب المعالج هنا عن طريق عبد الادويه او عبد يراقب لهم ضغطهم او سكرهم الى اخره. نعم، فلازم يتوجهوا لانه دكتور هل يسمح لنا نحن طبيا بالصوم؟ هي اول سؤال. فاذا كان الطبيب سمح لهم بالصوم هون على الطبيب انه ينظم لهم دوامهم، لانه هون بالصيام في عندنا وجبتين مهمه تماما اللي هو الفطور والسحور. في عندنا أدوية عادة تؤخذ قبل الطعام على الريق، في عندنا أدوية تؤخذ بعد الطعام، في عندنا أدوية لازم تؤخذ مساء، في عندنا أدوية لازم تؤخذ صباحا. هذا تنظيم الأدوية يكون حصرا عن طريق الطبيب وأكثر كثير، لأنه حقيقة عم بيجينا بشهر رمضان حالات كثيرة من قبل المسنين عم بيطلبوا للمستشفى نتيجة انه هن لحالهم صاروا ياخذوا انه هذا خلص هذا بنوضع الفطور وهذا لحالنا بنوضع الفطور، وهذا الشيء عم يخربط في فيزيولوجيه الجسم اللي هن صار لهم مثلا من 60 شهور او حتى ممكن سنين على وضع جسمهم وفيزيولوجيه جسمهم. ففي عندنا بعض الادويه لازم تاخذ قبل الطعام، في بعض الطعام، في صباحا، في مساء. هذا الشيء لازم يكون حكم عن طريق الطبيب تنظيم هذه الادويه وليس من المريض بشكل ارتجالي، ما بصير يعني. هذا لازم مثل ما ذكرت اكيد بيتم بحرص وبشكل منظم ودقيق من قبل مثل ما ذكرت الدكتور المشرف على كل حاله طبيه. طيب دكتور، هل هنا عندنا الامراض المزمنه عاده لازم تؤخذ بساعه معينه. نعم، يعني مثلا اذا هذا الشخص عم ياخذ الدواء بالساعه الفلانيه لازم ياخذها بالساعه الفلانيه نفسها، يعني كل يوم بهذه الساعه، غير مثلا ونكون واحنا معنا قريب ممكن ناخذ يلا الصبح الظهر المساء كيفنا ممكن. اما الامراض المزمنه ادويه الامراض المزمنه لازم تكون ساعه معينه من كل يوم يعني. طيب دكتور، هذا نفسه يمكن حسب ما بتذكر في أدوية الغدة أو الأدوية الهرمونية كمان في بعض الأشخاص بيضلوا، وخاصة السيدات إذا بدنا نحكي بيضلوا عم يتناولوا، وكمان بالفعل أنا بتذكر أنه لازم يكون ياخذها بتوقيت معين وإلا ما بيكون في جدوى لتناول هذا الدواء. مو قصة ممكن ما يكون في جدوى، بالعكس ممكن تكون ضارة. ها كمان بغير ساعات معينة أو إذا اختلف التوقيت ممكن يكون ضارة أكثر منها نافعة. هذا الشيء حصل الطبيب هو اللي ممكن يقرر انه في اي ساعه لازم تاخذ، سواء الامراض المزمنه للمسنين او حتى الامراض الهرمونيه او الامراض الغديه اللي ممكن ياخذ الادويه الهرمونيه. تمام. ان شاء الله يكونوا كثار من الاشخاص اللي عم يسمعونا ويحاولوا ينتبهوا لهي النقطه، لانه بالفعل مثل ما ذكر الدكتور لربما تودي لاسعافات مباشره للمستشفى. طيب نحن رح نحكي عن موضوع اخر ايضا يتعلق بموضوع صيام هؤلاء الاشخاص. في اعراض معينه دكتور يمكن ان يشعر فيها الصائم من كبير السن وتنذر مباشره بانه يجب ان يكسر صيامه ويفطر، هل ممكن انه تذكر لنا احد هاي الاعراض، ربما مخاطر ايضا يجب عليه هون انه يفطر ويتناول الحب العلاج او حتى شرب الماء اقل شيء؟ نعم، هلا المسن اذا كان صائم كان وضعه الصحي بيسمح له الصيام واخذ يعني اخذ الاستشاره الطبيه والصحيه من قبل طبيبه قبل رمضان بكم يوم قال له انه ما مش اوكي صوم يعني. نعم، فهو كان صائم هذا المسن، ولكن اذا لاحظ على حاله سواء كان مريض مزمن ولا حتى كان ما عنده من امراض المزمنه، ولكن اذا لاحظ على حاله اثناء الصيام التعب الشديد
فهو منأكد على الإفطار بشكل عاجل ومباشر، ولو كان بقي ساعة للأذان المغربي فقل لازم تفطر مباشرة إذا كان في عنده تعب شديد، إذا كان في عنده دوخة كمان أيضا دوخة ممكن تكون علامات لأمراض خطيرة أو عدم اتزان يعني الضغط نسميه نحن العلامات الحيوية. يعني دائما العلامات الحيوية هي الأساسية من النبض والضغط والحرارة والأكسجين، هذول كلهم لازم يكونوا بشكل منتظم. فلمجرد اختلف عنا العلامات الحيوية فعم بيشعر فيها المريض، هو ما رح يعرف إنه ضغطه طالع ولا نازل، ما رح يعرف إذا كان سكره طالع ولا نازل، ولكن من خلال الأعراض، فإذا كان في عنده دوخة شديدة، إذا كان في عنده إرهاق وتعب شديد في الجسم، إذا صار في عنده وصل لمرحلة صار في عنده آلام عضلية، آلام جسدية، فهون ننصح المريض أو المسن بشكل عام إلى الإفطار بشكل عاجل دون الانتظار إلى وقت الإفطار عند المريض. طيب دكتور، ممكن نعطي نصائح للمرافقين لهدول الأشخاص؟ لربما في كتار من كبار السن عايشين مع عائلاتهم ومرافقين، في حدا من أهاليهم أو حتى أبنائهم، ممكن نعطي نصائح لهدول الأشخاص المحيطين فيه في حال المسن بذاته ما شعر بهي الأعراض؟ ممكن مثلا يشعر على الشخص المسن ارتفاع حرارة، ربما رجفة، أعراض أخرى، شو بننصحهم؟ هلأ هو ما رح يشعر بالأعراض، أكيد المسن رح يشعر بالأعراض، ولكن للأسف أحيانا بيعنا ببعض أجدادنا أو أبائنا الكبار ممكن يكون في عندهم مقاومة أو أنه يكابروا شوي، نعم، أنه خلص ما فيني شيء، معلش أكمل صيامي من هالحكي هذا، وممكن جسمه ممكن ما له عم ينزل بشكل يعني سريع بانه صحته عم تدهور بشكل كبير يعني. فهون نحن من المركز الاذاعي الله يجزيكم خير بننصح دائما مرافقين المرضى، مرافقين المسنين، انه لازم يلتقط كل بيت في جهاز لتحليل السكر. لازم يكون في عندنا جهاز قياس الضغط الالكتروني. لازم يكون في عندنا قياس ميزان الحراره. هدول الأجهزة اللي هي ممكن تأخذ العلامات الحيوية سريعاً لهذا المسن. لمجرد المسن صار في عنده أي أعراض ولو كانت أعراض خفيفة، طبعاً سواء برمضان ولا حتى بخارج رمضان يعني، فهون فوراً لازم يكون ابنه لهذا الشخص أو بنته فوراً مباشر ياخذوا له الضغط، ياخذوا له السكري، ياخذوا له الحرارة، وحسب ما يكون فيه حسب ما يشوفوا إذا كان طبيعي لا ممكن إنه يتوصل مع الطبيب المعالج أو لا سمح الله إلى الإسعاف أو هيك، حتى نعرف انه هذا الشخص هل هو بوضع متزن صحيا، اللي هل هو في وضع ممكن يكون في عنده مشكله صحيه. سواء طبعا تقييم المشكله هل هي خطيره غير خطيره، اكيد الشخص ما راح يعرف مرافق المسن، ولكن بيبين عنده انه اذا في عندنا اضطراب بقراءات السكري، بقراءات الضغط الا لا، وهو ممكن يتواصل اما مع الاسعاف او مع الطبيب المعالج. رائع جدا دكتور هي التوضيحات، وايضا هالفرز بين كيف لازم قراءات اوليه، اعتماد على جهازين اللي هن الضغط والسكري. نحن اكيد متابعين مع حضرتك دكتور، في عنا كثير من المحاور رح نحكيهم بفقرتنا وقسمنا القادم بعد هذا الاعلان. دكتور اكيد رح تضل معنا، بس انا حابه ارجع اذكر بسؤالنا التفاعلي اللي نحن بانتظار تواصلكم متابعينا اكيد بعد الفاصل. خبرونا عن صيام أقربائكم من كبار السن، كيف كان صيامهم خلال شهر رمضان؟ نحن بانتظار تواصلكم معنا على الأرقام 0350-234-16 أو 17. أما هلأ فرح نطلع لفاصل دقة الساعة وبنرجع لنكمل حوارنا، خليكم معنا. الثانية عشرة مساءً بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من 3 عقود ونحن نكبر معكم يوما بعد يوم، واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربياً وعالمياً، لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106.
أنتم تعرفون دواء الظلمة، تعرفون كيف ينتهي هذا الصمت الذي أضنانا. والوصفة المناسبة لألم الفراق. زينب، هلا أحضرتي الملح؟ جاء أبي. حتى أنكم تعرفون كيف نفرح بمائدة الإفطار. أبتاه حلوتي، لأن رمضان يحمل الأمل في كل شيء نحن نشتاق إليه. إيهاها، رمضان يحمل الأمل. أخرج زكاتك مع إيهاها. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار، دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. لأول مرة في تركيا، أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري بشك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا بحلقتنا حول صيام كبار السن في شهر رمضان. بدي أرجع رحب بالدكتور محمد نديم الحاج، طبيب أسرة. أهلا وسهلا فيك عن جديد. أكيد دكتور عندك ظروف وعندك انشغالات، نحن اليوم استثناء متابعينا رح تكون هاي فقرتنا الأخيرة بحلقتنا لليوم مع الدكتور، وحوارنا حيكون قصير شوي بسبب انشغال الدكتور ببعض الأمور. الله يعطيك ألف عافية دكتور. في عنا عدة أسئلة حابين نحن نعرف رأيك فيهم لحتى نكسب أكبر قدر ممكن مع حضرتك بالفائدة والمعلومات المهمة. دكتور، الرياضة وكبار السن ومع الصيام، بتنصح فيها؟ شو هي الرياضات اللي بتنصح فيها ولا لا يتم الابتعاد عنها أثناء الصيام؟ الرياضات دائما مفيدة وجيدة، التمارين الرياضية، ولكن دائما التمارين الرياضية خفيفة. نعم، ما تكون مجهدة ولو كان هذا الشخص، وخاصة المسلم
كان يعني لديه القدره على انه يساوي تمارين مجهده اكثر، ولكن لا ننصف التمارين الرياضيه الخفيفه الى المتوسطه الشده، سواء كان برمضان اثناء الصيام ولا حتى ايضا بعد رمضان او حتى بعد الصوم، دائما تكون الرياضات مثل التمارين السريريه الخفيفه والحبوب. جميل. طيب دكتور، يعني اكدت لنا انه اثناء الصيام ما بيكون عليهم اضرار طالما كانت خفيفه وما في اجهاد. نعم. طيب اذا ننتقل لموضوع ثاني، بنعرف اغلبيتنا بنعرف لربما اجدادنا من الاشخاص اللي هن عم بيدخنوا، يعني من مدخنين لربما ما عم يقدروا يقلوا عن التدخين، وبالمقابل ايضا في عندنا شريحه من كبار السن اللي هن وصلوا لعمر معين وبطلوا تدخين. نحن هون كيف بينا نكون على حد سواء بين هدول الاشخاص، نقدر نساعدهم بركي بيصير في عندهم اقلاع كامل من عن التدخين بعد الصيام وبعد رمضان؟ نعم. هلا بالنسبه لاقلاع التدخين عن التدخين والمسنين بشكل عام، دائما حتى الاقلاع عن التدخين لازم يكون عن طريق الطبيب، لانه بالنسبه للمسن اللي عمره ممكن 70 سنه وصل له 50 او 60 سنه عم ياخذ الدخان وعم ياخذ النيكوتين والقطران لجسمه، حتى القطع الكامل للتدخين قد يؤثر سلبا على صحه هذا المسن. هي اول مره صراحه بسمعها دكتور من حضرتك، يعني انه كنصيحه حتى كمعلومه انه انقطاع المفاجئ ربما يمكن يكون مضر. طبعا خاصه عند المسنين، لانه بالاخير ماده النيكوتين هي ماده طبيه، هي ماده تعتبر ماده دوائيه، هي ماده كيميائيه تمام تدخل الى الجسم بكميات هائله لمده سنوات طويله، قد تكون احيانا 60 سنه تماما، فقطعه بشكل كامل قد يؤثر سلبا على الصحه. فحتى اذا هذا المسن قرر انه انا بدي اقلع عن التدخين، لازم يكون ايضا عن طريق طبيبه لكي نكون نوع من البرنامج، يكون الاقلاع عن التدخين بشكل تدريجي نوعا ما. يعني طبعا اذا ما كان في عندنا يعني مضره كبيره للتدخين، احيانا مثلا في فصل تدخل العنايه المركزه، فهون اكيد ما راح نقول له اقلع عن التدخين بشكل تدريجي، لازم يكون قطعه بشكل كامل يعني، وهو بالمشفى او بالعنايه المركزه حتى ما راح يكون تحت العنايه الطبيه. ولكن اذا كان مسن بشكل عام وضعه صحي جيد وقرر انه يقلع عن التدخين، فهو بنقول له انه لازم يكون عن طريق طبيبك، مشان يمكن في لك نوع من البرنامج للإقلاع عن التدخين على فترات خلال فترة أسبوع، خمسة أسبوع يكون إقلاع كامل وكامل. طيب دكتور، هو مو بعرف إنه إذا السؤال طبي أو لا، بس إنه في مسنين أو حتى شباب بيفطروا على السيجارة وبيتسحروا على السيجارة، نحن هون يعني أكيد هذا الشيء مضر ما هيك؟ شيء طبيعي، لأنه بعد صيام يعني ساعات طويلة ما عاد كل جوف الانسان لا المشروبات ولا عناصر غذائيه، ودخل اول ما دخل النيكوتين والقطران هي تعتبر مواد تامه، ففي طبيعي تكون يعني نتيجه سلبيه وعكسيه على صحه الانسان وخاصه اذا كان مسن. تماما. طيب دكتور، لننتقل لمحور كمان يعني مهم خاصة بظل هاي الظروف، انتشار وباء كورونا واستمراره، والعديد من كبار السن يعني أصيبوا بكورونا، ولربما في أشخاص لسه لحد الآن عندهم هذا الوهم والخوف والقلق من أنه ينصابوا. كبار السن، كورونا والصيام، في ممكن يكون المصاب كورونا يصوم أم لا؟ نعم. هلا هي حتى هذيك مره تناقشت فيها مع علماء يعني مسلمين لايجاز افطار مرضى الكورونا في رمضان، يعني فتوى شرعيه مع المعلومه الطبيه من قبل الاطباء، فخلصنا الى نتيجه مرضى الكورونا اذا كان على الشخص، طبعا غير يعني الشخص الشاب او ممكن يكون يعني عمره موفي كثير واصيب بالكورونا، فإذا كانت أعراضه كأعراض جريب خفيفة عادي، فهون ما في داعي أنه يفطر ويكمل صيامه ما دام ما كان في تعب أو إجهاد. ولكن إذا كان الشخص كان في عنده أعراض شديدة فلازم يفطر بشكل مباشر. أما المسن إذا كان في عنده كورونا ولو كانت أعراض الكورونا أعراض خفيفة، فحتما لازم يفطر
مشان ياخذ الادويه بالاضافه انه لازم ياخذ كثير سوائل اثناء مرض الكورونا. المريض المسن اذا اصيب بالكورونا افطاره واجب شرعي وطبي. جميل، هي الله يجزيك ألف خير، جميل هذا التوضيح دكتور، إن شاء الله يا رب نتمنى السلامة والشفاء لكل وجميع المرضى بإذن الله تعالى. دكتور بختام هذا المحور حابين نحكي مثل ما ذكرنا بالمقدمة عن حلويات العيد، نحن أيام قليلة والعيد أكيد حاضر في أنواع عديدة من الحلويات، وحلويات العيد بشكل خاص المعروف مطبوخة بالسمنة وأيضا الفستق والمكسرات، نصائحك لهدول الأشخاص اللي أكيد رح يكون في تناول لعدة أنواع من هدول الحلويات؟ نعم، هلأ المعروف العيد بالأكلات الطيبة وأكلات اللذيذة وخاصة اللي له علاقة بالسكريات وما سمين المعمول هو يكون فيه سكريات. نعم. وفيه نوع من السمن العربي السمن ممكن يكون ثقيل على الجسم يعني. ما فينا إنه نمنع بشكل تماما وخاصه مسن عن هذه الاطعمه يعني، ولكن ننصحه بالتقليل والتخفيف ما امكن، يعني انه ممكن ياكل قطعه صغيره بعد كم ساعه ممكن قطعه ثانيه، اذا طبعا ما كان في عندنا مانع طبي شديد، اذا كان في عندنا مانع طبي لازم ما يذوقن على الاطلاق، ولكن اذا كان وضعه جيد ووضعه مستقر فممكن يتناول حلويات العيد، ولكن يكون بكميات بسيطه وفترات متباعدة. جميل جميل هذا الكلام. دكتور نصيحة أخيرة، نحن هلأ مثل ما ذكرنا أيام قليلة وربما يعني رح يرجع النظام الغذائي يتخربط أو يرجع لعادته قبل رمضان، كمان المسن هون شو بتنصحه بأول يوم العيد؟ هلأ قبل النصيحة الأخيرة رح أحكيكم بهالدقيقة الأخيرة هي فضل. عن شخص مريضي وقريب لي يعني هو معه مرض ضغط ومعه مرض قلب، وطبعا هو مسن عمره 65 او 66 سنه. بنصف رمضان راح انعزم عن ابنه، فنسي ياخذ الادويه اللي لقلب. أيوة. على الافطار وعلى السحور، فاضطرينا بثاني نهار انه ناخذه على المستشفى وضل في العنايه المشدده فيهم. فمن هون من بركه بنقول للمسن انه لازم دواء ياخذه بشكل منتظم، اذا كان بده يصوم تمام، واذا طبيب الصيام لازم ياخذ دواء بشكل منتظم كما يعني اشار له الطبيب دون التوقف عنه ولا مره، لانه ممكن لا سمح الله يودي بنتائج كارثيه على هذا الشخص المسن اذا التزم مره او مرتين او ما التزم بشكل صحيح. تماما. اما النصيحه اللي ممكن تكون يعني لكل هلا ان شاء الله مقبلين على العيد وخاصه لاجداد او ابائنا المسلمين، راح يختلف السيستم والنظام الغذائي بعد رمضان، راح نرجع على سابق عهدنا قبل رمضان، فهو بناكد على انه اذا امكن زياره الطبيب مره اخرى لتنظيم الادويه ومواعيده بيكون افضل، ولكن اذا ما امكن زياره الطبيب ممكن هذا الشخص المسن انه يرجع لادويته كما كان قبل رمضان، الادويه اللي ممكن ياخذها بعد الافطار، الادويه اللي ياخذها بعد الغداء، الادويه اللي ياخذها مساء كما كان سابقا يعني، ولكن الافضل هي زياره الطبيب يعني للتحصي من جديد واجاره الادويه مثل ما كان سابقا. نعم جميل جدا هي الملاحظات، بدي اتشكرك انا دكتور محمد على كل هالتفاصيل كل هالتوضيحات والمعلومات عن جد المفيدة، بدي اتشكرك دكتور محمد نديم الحاج طبيب أسرة، شكرا جزيلا لك والله يعطيك ألف عافية يا رب ويتقبل صيامك. شكر موصول لحضرتكم لطرح هذه المواضيع المفيدة جدا لأبائنا المسلمين، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير على عيد الفطر. اكيد وانت بالف خير ان شاء الله يا رب، عيدك مبارك باذن الله تعالى، شكرا جزيلا لك دكتور اهلا وسهلا فيك. متابعينا وصلنا لختام صراحة حلقتنا لليوم نظرا لانشغال الدكتور وارتباطه بعدة أمور، حلقتنا بإذن الله مستمرة وحتكون موجودة يوم الجمعة حلقة جديدة وموضوع جديد بهمكم بإذن الله، تابعونا بكل الشكر لكادر مسك اللي كان معنا، وبدي أتشكر حضرتكم الشكر موصول لكم على متابعتكم وتعليقاتكم وحتى أراءكم، إن شاء الله بنلقاكم بكرة، تبوا ألف خير إلى اللقاء.
رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة